السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم معنا. نتشرف اليوم بالدعوة الموجهة من طرف منظمي الجزائر 2.0، ونرجو أن يكون تدخلنا ذا قيمة مضافة للمهتمين والفاعلين في ميدان المقاولة في الجزائر. عنوان تدخلنا سيكون حول جودة الخدمات كأحد دعائم لنمو شركة الناشئة، Quality Assurance for Startup Grow، آلية الجودة والمقاييس العالمية لضمان تطوير المشاريع المبتكرة عبر اتباع المعايير المعتمدة في ميدان المقاولة. نقدم نفسي بطريقة مختصرة. زمام زوبير، قائد فريق IT برونايا الجزائر، محترف في مجال تكنولوجيا المعلومات، مختص في إدارة الجودة لأنظمة الحوكمة المؤسسية Quality Assurance for Governance Information Systems، وكذا متخرج من جامعة باب زوات تخصص هندسة برمجية، حاصل على شهادة الماستر في المدرسة الوطنية العليا للمانجمنت تخصص الإدارة عبر نظم الجودة. يمكن معرفة المزيد عبر الموقع التالي وكذا عبر منصات التواصل الاجتماعي لينكد إن بالأخص. تجربة ممارسة الأعمال، من تست التجارب اللي تست كانت عندي الفرصة السلام أني عليكم أشارك تست فيها تست MIT Global Startup Workshop، وهي ورشة عمل عالمية، من كانت عندي الفرصة أني قدمت مشروع الذي لقى ترحاب من الحضور آنها، يعني في سنة 2015 ولا ما نسيتش. كذا كانت عندي الفرصة أني شاركت في برنامج ديامد، وهو مشروع اللي كان تحت رعاية المدرسة العليا للمانجمنت وميدافكو الجزائر. وكذا كنت من أحد الفائزين في الدورة الأولى لمسابقة جينوفتيك، اللي كانت تحت رعاية وزارة البريد وتكنولوجيا المعلومات في هذاك في سنة 2015. هذه بصفة عامة حول بعض التجارب في برامج ريادة الأعمال. حدثكم شوية على مشروع اي تي برونوريا. هي مبادرة تساعد رواد الأعمال في مجال الرقمنة على مستوى منطقة شمال إفريقيا على إطلاق إمكانيات نموهم وزيادة تأثيرهم على المجتمع وخاصة في الجزائر. يعمل برنامجنا على تسريع نموها وتأثيرها بدعمنا المهنيين ذوي الخبرة والمستثمرين المؤثرين، نقدمه لكم يعني عبر شبكة من المستثمرين. كذا هناك دعم تقني عبر شبكة من المختصين في مجال الرقمنة، ونقدم ورشات عمل ودورات تدريبية مدعومة من طرف شركاء معتمدين دوليا. كذا اي تي برونوريا تعمل على تقديم فرصة لجميع اصحاب المشاريع المبتكرة عبر برنامج الحاضنة الافتراضية، وهذا سيمنح فرصة كبيرة لأصحاب المشاريع وأن تكون عندهم نظرة شاملة حول النظام البيئي في الجزائر. نبدأ يعني باش ندخلوا الآن في الموضوع تاع التدخل تاعنا، ضمان جودة مع مؤسسة ناشئة Quality Assurance in Startup. سيكون لنا الفرصة الإجابة على بعض الأسئلة، منها ماذا يفعل مسؤول ضمان الجودة في الواقع؟ كيف يتناسب ضمان الجودة مع مؤسسة ناشئة؟ وما مدى أهمية ضمان الجودة عندما يتعلق الأمر بنمو شركة ناشئة؟ هذه بعض الأسئلة اللي حنصيبوا لها ونقدموا لها أجوبة، ونمدوا لكم الآليات باش تقدروا تكون عندكم الجودة داخل المشروع، ويقدم لكم هذا تمييز على المشاريع الأخرى لتكون عندها نفس النطاق ولا نفس الهدف اللي حتكون بالك الشيء المميز عندكم، انه يكون عندك منتوج او خدمة ذات جودة. وهذا شيء مهم جدا.
إدارة الجودة بصفة مختصرة هذه تعريف كواليتي مانجمنت، ونقول أن الجودة بطريقة عملية هي أنك تقدم خدمة لتوافق المستلزمات والمتطلبات تاع الزبون. ولذا هي تشمل سياسة الجودة كواليتي بوليسي، إنشاء وتنفيذ تخطيط الجودة كواليتي بلانينج، ضمان الجودة كواليتي اشورنس، ومراقبة الجودة كواليتي كنترول، وكذا تحسين الجودة كواليتي امبروفمنت. والتذكير، يعني كان الدين الإسلامي سباق إلى الدعوة للعمل بهذا المبدأ، ويتجسد ذلك في قول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. يعني إحنا أولى وأحرى أننا نحرص على يكون تقديم خدمات ذات جودة. تاريخ الجودة في المشاريع منذ متى؟ يعني هذه بصفة عامة نشوفوا أن الجودة ماشي وليدة اليوم ولا البارح، يعني الجودة هي تمتد عبر قرون. يعني والإنسان بالفطرة يحوس على تقديم مشروع ذا جودة، يعني غياب الجودة هو خلل في الفطرة تاع الإنسان. ونرى هذا بعض المشاريع الغنية عن التعريف كحدائق بابل، أهرام الجيزة، البتراء، وكذا سور الصين العظيم. يعني نرى أن الجودة هي شيء للإنسان مثل أهمية في جميع الحضارات وعبر الأزمنة. ما هو المشروع؟ هذا شيء مهم جدا أنك تكون تعرف معنى الكلمات ومعنى الآليات ومعنى المفاهيم. يعني مشروع نسمع به كثيرا كلمة مشروع أو إدارة مشروع، ولكن هذه المعاني يختلف المفهوم تاعها من شخص إلى شخص. سيو كيفاش الآن نحاولوا نمدوا لها تعريف يكون سهل ومختصر وعلمي كذلك. المشروع بكلمة واحدة هو مشكلة يجب أن تحل، وهذا ما شيناني قالها الدكتور جوران، أحد المؤسسي والمؤطري لمفاهيم الجودة. وأنا ندعيكم أنكم تقرأوا على المفاهيم اللي تكلم عليها. ونضع مثل وهو تصميم لسيارة جديدة يمكن أن نسميه مشروع، يعني يبدأ من فكرة، بعدها يجي فيها الكونسيبشن، من بعدها يجي التصنيع تاعها وتركيب تاعها باش تدخل إلى نطاق العمل ويتم تقديمها للزبون، ثم ينتهي المشروع. كلمة ينتهي المشروع مهمة جدا، شوفوا عليها. المشروع اللي ما ينتهيش هو ماشي مشروع. يعني حنايا دينا هنايا، يعني في التجارب شفناها مشاريع اللي ما عندهاش نهاية، وفي كل مرة يتم تمديد تاريخ نهاية المشروع. هنا يخرج من إطار كلمة مشروع ويدخل في مفهوم آخر. يعني واش نقدروا نلخصوا من هاد سلايد، هاد ديابو، اننا بين المشكله والحل تاعها حيكون عندنا مشروع بصفه مختصره. مثلث المشروع، المشروع يتكون من 3 معالم مهمه ورئيسيه: أن التكلفة، الوقت، والجودة. التكلفة هي المقدار الوقت المتاح أمامك لإتمام هذا المشروع. التكلفة ما هي؟ تقدروا نقولوا الميزانية. الميزانية هي budget بصفة يعني أكثر دقة. يعني التكلفة cost in English. دونك هذه هي التكلفة. دونك هنايا بنوع مشروع عنده التكلفة تاعو، عنده الوقت اللي لازم يتخدم فيه، وعنده الجودة اللي حيكون المطلوبة. والجودة المطلوبة، حتى الجودة لازم تكون مؤطرة، يعني ماشي الجودة absolutely quality، هنايا الجودة المطلوبة.
بصفة مختصرة هذا هو مثلث المشروع. التكلفة في المشروع يعني هي ما نقدروش نلعبوا عليها بزاف، عندنا يعني حتكون عندها حدود يعني وين نقدروا نقصوا في التكلفة. الوقت كيف كيف، لكن الجودة هنا تختلف حسب المفهوم وحسب الأهمية اللي حتمد لها. شفنا بزاف مشاريع اللي داو تكلفة كبيرة، داو وقت كبير، بصح الجودة ما كانتش في الموعد. علاش؟ نسيو دوك هذيك في نتقدموا في التقديم هذايا يعني باش نفهموا الإشكال وين راه. ما هو الوقت المناسب لإدراج ضمان الجودة في مشروعي؟ هذا سؤال مهم ولكن الجواب عليه صعب. يقول لك هذا اقتباس يعني لأحد الناشطين الأمريكيين في مجال الجودة، يقول لك وش به الرد على سؤال الفتاة كيف أبدو في هذا الفستان؟ يعني صعب أنك تجاوبها، وأنك الجواب يكون على حسب شيء تنتظر هي، ما تقدرش تعطي لها جواب آخر ولا حيكون عندك مشاكل. لا جدوى من الإجابة كما هو متوقع. وش يقول لك لهنايا؟ كلما أعدت فريق مستقل لضمان الجودة إلى مشروعك مبكرا زادت الفعالية، efficiency تاع المشروع ديالك. ان كلما عدت فريق مستقل لضمان الجوده ومشروعك مبكرا يعني البكري تبدا تدخل المفهوم تاع الجوده عند الفريق ديالك وانهم يعملوا على هذه الاليه ضمان الجوده، وكل ما حزيد الفعاليه تاع، وهذا شيء مجرب. ما هو الوقت المناسب؟ الوقت المناسب هو عندما تكتسب بعض الخبره، لازم لك الخبره. ولهذا لازم تكون هناك تعطير للعمل هذا. ونحن نعمل هنا في اي تي برناريا على تقديم هذه المساعدة وهذا الدعم لتكون خدمة ذات جودة. الجودة بين مرتقبة ومحققة، هذه الصورة هذه تلخص كاع واش هدرنا. ونحن نشوفوا لنا هنايا الطفل مع الآباء تاعو اللي هما قدموا له لعبة، ونظرة تاعهم اللعبة هذه تختلف عن النظرة تاع الطفل اللي حنشاهدوها هنايا. دوك راك تشوفوا لهنايا الطفل واش راهو يشوف، ماشي واش راهم يشوفوا الآباء. وهنا الجودة بين مرتقبة ومحققة، هنا الجودة واش كان هما يرتقبوا واش تحقق في النهاية للزبون ولا للمستعمل اللي هو الطفل الصغير هنايا. دوك انا تفهموا علاش طفل يسكت كي يديروا له الالعاب هادو. ماذا يفعل مسؤول ضمان الجوده في الواقع؟ سؤال مهم تعني. من تجربه نقدر نقول في البدايه على الارجح مدير ضمان الجوده بالاسم وتقوم بعمل عرض للواقع. انت صاحب المشروع، صاحب الفكره، صاحب الشركه، حتكون اول مسؤول على الجوده. هذه بصفه عامه يتضمن فهم شامل، لازم تكون فاهم مليح مقتضيات وشنو هما اللي راه منتظر من الخدمة ديالك من طرف الزبون ولا من طرف المستعمل. كيف يدرك المستخدمين جودة الخدمة اللي هضرنا، يعني المستعمل تاعك كيفاش راح يشوف الخدمة ديالك؟ كيما هضرنا شفنا الطفل الصغير هذاك، يعني انت يا سي كيفاش تحط روحك في بلاص يعني في مكان هذاك الطفل الصغير. والتجربة بأكملها user experience، التجربة أهم شيء اللي حتقدمه أنت في الخدمة ديالك. التجربة أهم شيء اللي حتقدمه أنت في الخدمة ديالك ولا في المنتوج ديالك. هادي نسطرها السطور عليها، أهم شيء اللي حيخليك تنجح في المشروع تاعك، تنجح في الشركة ديالك ولا ما تنجحش. تقدر تبدأ الآن في التفكير في بناء فريق من حولك لدعم تقديم القيمة والجودة للعملاء العمالة. توسيع نطاق هذا الفهم وخدمة فريقك من الآن تقدر تبدأ. احنا رانا هنا في الخدمة اي تي برونوريو اننا ندعموك في هذا الميدان. التخطيط الاولي لجودة المشروع، باش تخطط لجودة المشروع كاين ميثاق المشروع. في ميثاق المشروع حتحط الاساسيات والمتطلبات تاع المشروع ديالك، ومن اهم المتطلبات وشو ينتظر منك الزبون ولا العميل ولا المستعمل. وهذه احد المتطلبات اللي تلقاها الناس اللي داروا التدريب تاع بي ام اي
بروجكت مانجمنت انستيتيوت للحصول على شهادة البي ام بي. هذه احد الاشياء اللي قرأوا عليها ويفهموا الجدوى منها. التخطيط العملي لجودة المشروع. باش تخطط للمشروع ديالك، هنا ماشي الهدف اننا ندخلو في يعني في الحيتيات ونعمقوا بزاف، لكن باش نمدوا نظرة شاملة بصفة مختصرة. حاجة الأولانية، عندك معايير الجودة المستخدمة للمشروع. شنو هما المعايير ديالك؟ شنو هما الأهداف ديالك؟ الأدوار والمسؤوليات، شيء مهم جدا. مخرجات المشروع، الأوتبوت، والعمليات الخاضعة لمراجعة. العمليات هي البروسيس الخاضعة لمراجعة الجودة. أنشطة مراقبة الجودة، أدوات الجودة، الإجراءات الرئيسية المتعلقة بالمشروع، وكذا الموارد اللازمة. شيء مهم جدا، وشنو هما الموارد اللي تحقهم باش تقدر تقدم مشروع ذا جودة. المدخلات، دونك عندنا خطط المشروع، متطلبات المشروع، سياسة الجودة، التغييرات المعتمدة، أدوات وتقنيات الخبراء. شيء مهم جدا لازم يكون معك خبراء. ورشة عمل لي وركشوب، برامج إدارة المشاريع. شيء مهم جدا إنك يكون عندك برامج إدارة المشاريع ك ام اس بروجكت، بريمافيرا، ولا ادوات سهله الان راهي متوفره بطريقه انيه يعني اونلاين وهكذا. وهذا لانك يسهل لك انك تدير المشروع تاعك بطريقه مرنه اجايل. يعني نقدر نديروا هذه يعني حصه اخرى ولا تقديم اخر على لانوسيون ولا الفكره تاع اجايل مانجمنت بروجكت. والمخرجات، حيخرج لنا مخطط جودة المشروع، بروجكت بلان، كواليتي بلان. دونك هذا هو اللي حيكون المخرج تاعكم، الاوتبوت تاع التخطيط العملي لجودة المشروع. مراقبة ضمان جودة تنفيذ المشروع، هذا مهم جدا. حاجة لازم نفهموها الآن هنايا، ان ضمان جودة تنفيذ المشروع حيكون طول المشروع. ما نديروش الضمان يعني في الاخير. هذه كانت الاولد سكول، الطريقه الكلاسيكيه، وين كان حتى يخلص لو بروسيس وحتى يخلص البروجي باش يديروا له المشروع، باش يديروا له تشيك بوينت كونترول، ويشوفوا هل يطابق ولا ما يطابقش. المشكل تاع الطريقه الكلاسيكيه انه التكلفة تاع تصحيح الخطأ أو التكلفة تاع ضمان الجودة حتكون عالية. لهذا تشيك بوينت حيكون باستمرار، وكل ما نكتشف الخطأ مبكرا كل ما تكون عندنا أكثر فاعلية وأكثر ربح مادي. يعني شيء مهم جدا، مسؤول ضمان الجودة لازم يكون محايد عن فريق التنفيذ. ولكن هنايا كاين تقنيات باش نقصوا من هذا الاشكال هذايا. الكلمه لازم تشوفوا عليها المحايده، سيجريجيشن اوف ديوتيز. الانسان اللي حيدير ماشي هو اللي يدير المراقبه. كان واحد المثل يعني جزائري اللي يقول لاعب حميده ورشام حميده ما تمشيش. هذه بصفه مختصره. تنفيذ ضمان الجوده والتحكم، هذا الجدول هذا يلخص لكم بطريقه مختصره ما هي المدخلات، الادوات، والمخرجات. تقييم جوده المشروع، كي نخدم مشروع لازم نقيم. باش نقيم لازم لي معايا، المعايير الدولية واش تقول لك؟ الملائمه، الاستدامه، الكفاءه، الفاعليه، الاثر. ما نقدروش يعني الان ندقوا في كل حاجه، ولكن اذا عندك نظره انك لازم تقيم المشروع ديالك، هذا شيء مهم جدا. لازم ادراج دروس المكتسبه، واش تعلمت انت من المشروع ديالك هذايا، كيف تقدر تحسن المشروع تاعك هذايا. هذا شيء مهم جدا اللي حيساعدك يعني في الخطوات القادمة، كيفاش تحسن المشروع تاعك، ولا بديت مشروع اخر كيفاش ما تعاودش دير الاخطاء اللي درتهم. لازم ندير اسئلة التقييم، البيانات وتحليلها، التوصيات اللي لقيتهم يعني طوال المشروع ديالك، وفي النهاية دير تقرير التقييم. كاين المعيار ايزو 10006 2017، هو معيار جد مهم.
من شركات الناشئات تقدر تستعمله باش تكون عندها جايد لاين لنجاح تقييم جودة المشروع. المعايير المعتمدة أيضا من الجودة نقدرون نفصلوا فيها، يعني بعض المعايير اللي طرحت لنا الفرصة أن نخدمنا بها في شركات كبيرة وين وكذا، وشفنا الفاعلية تاعها. عندنا ليزو 10005 2018 لإرشادات لخطط الجودة، 10006 اللي هضرنا عليها إرشادات لإدارة الجودة في المشاريع، 19011 2018 لتدقيق أنظمة الإدارة، كذا إدارة المخاطر شيء مهم جدا، ما هضرناش بزاف على المخاطر في هذا التقديم هذايا، ولكن الجودة والمخاطر الآن المخاطر راهم يدخلوا في جميع مراحل المشروع. أنظمة إدارة الجودة، المبادئ الأساسية والمفردات، شيء جيد مهم. الناس اللي حابين يدخلوا في عالم الجودة، الحاجة الأولى اللي ننصحهم بها يبدأوا بها هي ليزو 9000 2015. مهم جدا أنك تعرف المفردات والمبادئ والمفاهيم تاع جميع كلمة وجميع مفرد من مفردات علم الجودة، اللي نقدر نسميه علم لأنه علم، يعني هذا هو بمختصر الكلام. أنظمة إدارة الجودة، المتطلبات، Quality System Management SMU معروف، ISO 9001-2015. إرشادات إدارة المشروع، ISO 21500-2012، مهمة جدا. بيان بوك بي ام اي غني عن تعريف، برينستو كذلك، محترف اداره المشاريع، دليل معرفي وكذا. هناك معايير اخرى، الهدف ماشي اننا نحضروا كاع المعايير ولكن نعطيكم نظره شامله على واش كاين، يعني اهم المعايير اللي طرحنا احنا التجربه خدمنا عليهم، يعني هذه نهضروا على حاجات اللي احنا خدمنا عليهم واطرنا بهم الناس. للذكر حنا رانا شركاء مع بي يو سي بي للتدريب هنا في الجزائر على المعايير الدولية للمنظمة الدولية للمعايير ايزو. شيء مهم جدا، تطبيق معايير الجودة يتطلب خبرة وفهم لحيثية المشروع من أجل أقلامتها لتكون عامل مساعد على تحسين الأداء. يعني ما تقدرش أنك تخمل تخدم في 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 عالم ضمان جودة ولا في ولا تخدم على هاد الحيتيات هذه قبل ما تكون عندك خبرة. وكذا نعاود نقولوا رانا هنايا عندنا ناس مؤهلين اللي راهم مستعدين باش يقدموا لك الخدمة لضمان جودة المشروع ديالك، يعني ما تترددش. والاي استفسار ولا رانا حاضرين لهذا الشيء. الارتقاء بالجودة شيء مهم جدا، باش نلخصو واش هضرنا كاع. الاهداف جولز، ولا ما عندكش اهداف ما نقدرش نهضروا على الجوده. الحاجه الاولانيه مشنو هما الاهداف ديالك، دوك انت راك تسمع فيا ولا كي تسمع فيا، عندك مشروع ايما كان المشروع ديالك، مشروع شخصي مشروع احترافي، وشنو هما الاهداف ديالك شيء مهم جدا. الخطط بلانز، عندي اهداف كيفاش نلحق الاهداف تاعك، هذه الخطط بصفه مختصره. المسؤوليات ريسبونسابيلتيز، ما هو المسؤول على الخطط هذه، شكون في الخطة ديالي، كل واحد وش حيدير. شيء مهم جدا أنه كل واحد وش حيدير، وملازمش يكون خلط في المسؤوليات، يعني كل واحد مسؤول على شيء، حب يقول محاسب على شيء. ولا كترنا خدنا خلط في المسؤوليات ما نقدروش بعد نديرو محاسبة، والمحاسبة من جهة إيجابية ماشي إيجابية، جهة سلبية. محاسبة ليس أنك نقول لك راك غلطت علاش غلطت، مي نقولوا راك غلطت كيفاش نديرو باش نتقدموا، كيفاش نديرو باش نتحسنوا. هذه هي الفلسفة تاع الارتقاء بالجودة. المكافآت أورز، هي مهم جدا أنك إنسان كي يحقق حاجة أنك تكافئ. المكافأة ماشي حتكون غير مادية، هذا شيء مفروغ منه، كاين طرق كثيرة أنها كافئ واحد، من أهمها أنك تقيمه، يعني تمدلو القيمة ديالو لي يستحقها. جوزيف جوران، يعني هذه مقتبسة من أحد مشوراته.
ما هي الأشياء الأساسية التي تدعمها مخطط في منصبك كمسؤول ضمان الجودة؟ سؤال مهم جدا. في التجربة اللي عشتها أنايا، أهم شيء اللي تعلمته هو أنك ما راكش هنا باش تقدم حلول للناس، بل حاول أن تفهم المشكل تاعهم. شيء مهم جدا، هذا يطبق على جميع الميادين، ولكن بالأخص في الميدان تاعنا. أننا ما ناش هنا باش نقدم لهم حلول، لكن باش نفهموا المشكل تاعهم، وبالتالي نقدم لهم الآليات لتخليهم يلقاو الحلول بنفسهم. لأنه دير مليح في بالك، اللي يخدم هو راهو يعرف خير منك واش لازم له باش ينجح في المشروع ديالك. انت راك هنا يا كمسؤول عن الجودة، انك تقدم له الآليات وتمد له الأطر وتمد له المعايير، ترافقه، دير له تدريبات، ولكن باش تصيب حلول في مكانه احنا ما ننصحوش بهذا الشيء. كذلك وظف الكفاءات التي يفتقدها فريقك، انك تجيب واحد معاك تجيب الحاجة اللي مخصوصة عندكم، هذا شيء مهم جدا. سوارت ماتيسس، بتشوف وشنو هما نقاط الضعف اللي عندك، وهنا تقدر تعرف وشنو هو الشخص اللي يخصك في الفريق ديالك. وهذا حيقدم لك تعزيز، انك يقولوا سعادة الفريق، ان الفريق اللي يخدم بطريقة فعالة. علاش؟ على باله كل واحد وش لازم يدير، وكل واحد فيهم يقدر يعاونه، يعني الخدمة هنا يحتو اللي أسهل. زبون يعرف وش يحوس، زبون يعرف ما يريد، هذا شيء مهم جدا. زبون على باله وش راه يحوس، بصح وش يستنى منك انك تقدم له المزيد، قدم له اكثر وش راه يحوس، هذا وش يستنى من عندك. ولا قدرت انت تقدم له، حبي يقول له يجي عندك من عند واحد اخر، هذا شيء مهم جدا. انه نعطيك مثال، انت تروح تشري ولا تروح دير اي شيء اللي نديروه يعني يوميا، تقدر تلقى انت محل تاع عمي عمر ومحل تاع عمي مصطفى يقدموا الخدمه نفسها. يعني تروح عند عمي عمر تشري عمي مصطفى، سقسي روحك علاش تروح عند عمي، انك انت صح راك راح تشري هذاك الشيء، في زوج حيبيعه لك، مي عمي عمر حيقدم لك شيء اكثر من واش راك تتسنى انت، وهذا شيء مهم جدا. ضمان الجودة هو أفضل طريقة لتقديم خدمة تطور مستمر. التطور المستدام شيء مهم جدا، وما كاش باش تطور التطور المستدام اللي ناقصنا بزاف حنايا. أننا صح كاين المشاريع تنجح وكلش، بصح ما التطور تاعها ما يكونش على مستمر. لذا حنا نظنوا أنه الجودة هي شيء فعال لتقديم تطور مستمر. لا تبحث عن المثالية، بركز على حاجة الزبون. الزبون ما هوش يحوس انه تقدم له حاجة مثالية، يعني ان الاشياء تتطور وحاجة تاعو تتطور، نقدم له شو حاب المستلزمات، كن مرن اجيل، ولا توقف عن الاستماع الى اقتراح فريقك. حاجة مهمة جدا درت السطور عليها، فريق اللي ما يقترح لكش، ولاش الفريق تاعك ما يقترح لكش، ما يقول لك والو عرفتي كراك اوت اوف ذا سيرفيس. في الأخير حنايا ندعوكم لهنايا، اللي يحب يشارك معانا في ورشة تصميم، ورشة تفكير تصميمي المدعوم من طرف الخبراء تاعنا، هذا على حسب المعيار IBM أونلاين تعريف. خلال هذه الدورة راح نتعلموا كيفاش نستعملوا نظرية تفكير التصميمي لجودة المشروع للمؤسسة الناشئة مع خبراء اللي نظنوا احنا ان شاء الله يكونوا في المستوى. وجميع واحد عنده أسئلة ولا عنده اقتراحات، احنا رانا في الاستماع، ورانا هنايا باش نعملوا كيف، وان شاء الله نلحقوا نرديو المتطلبات تاع العملاء والزبناء ديالنا. نشكركم، يعطيكم الصحة على المشاركة. Thank you for participating. وهذا الناس اللي يحبوا يسيبونا على مواقع التواصل الاجتماعي @ ITpreneuria بهذه الصفة. الآن نقعدوا معكم متواصلين أونلاين في اللايف هذايا.
اللي عنده أسئلة، عنده اقتراحات، عنده عنده طلب، رانا مستعدين باش نجاوبوا به، ونتمنوا النجاح لفريق ألجيريا 2.0، وتوفيق لجميع الشباب اللي انطلقوا في ميدان المقاولاتية. إن شاء الله ربي ينجحنا، وإلى الملتقى إن شاء الله.